بيتقشر، وبعد ما بيتقشر بنبدأ نيجي في النص هنا كده. لا البلبلتي كبيرة قوي، عايزين أصغر. ألا يوجد أصغر؟ أهي أو قطاعه يعني. كده بص، حلو الكلام. هوريك أنا الفكرة بتاعتها كلها دلوقتي. كده مقطعين كده بقطاعه مثلا، بس تحافظي على التفاحات اللي عليك ما تقطعش منك، عشان كده بعملها بسمك تخين شويه. اهو اطلع. اه طبعا القطاعه بتساعد. اه شغلنا دماغنا، جبنا اهي عشان تتقطع راوند بالشكل ده. حلو، تعالى نعمل واحده تانية بقى. بص بس تجيب عندي التفاحيه، التفاح الاسمر، التفاح اللي بتاعنا الجميل المصري تقدري تجيبيه. عندك قشره البطاطس وعندك السكينه تقدري تشتغلي بيها. انا بعمل باقل الامكانيات عشان تبقى عندك الحاجه هتبقى سهله. اقشر التفاحيه لان القشره ديت لو حطيناها في العجينه هتفصل العجينه عن التفاح، فبقشر. وبعد كده اهوت ببدا ان انا اقطعها دواير. بص يا باشا بقى اهي، بحب انا اطلع القشره كلها من غير ما تتقطع. والله الموضوع ده بحس ان هو يعني بيريحني نفسيا. مش عارف ايه الفكره. خلاص بص اهو، هو ده خلي بالك من التفاح بيبقى قشرته ايه؟ تبقى ناشفه. هتلف بص، لا اهو واحده على بعضها اهي. نقطع بقى التفاح. بسم الله كده السمك بتاعها يكون سميك شويه. اهو ايوه يبقى. بص بقى اتقطعت دي ازاي؟ اهي اتقطعت عادي هشغلها، عشان كده بقولي خلي بالك بقى. قلت لك التفاح تقدري تعملي بالتفاح المصري او التفاح الاحمر او التفاح الاخضر، ينفع جدا. بصي قطعناه عامل ازاي. طبعا تشتغلي بقى بسرعه عشان ما يكسدش معايا، عايزه تحافظ عليه، تدي له عصير ليمونه كده عشان يفضل ما يسمرش معاكي ولا يحصل له اي حاجه. 2 عدد بيضه، حطها هنا، شويه فانيلا صغيرين، معلقتين سكر كده عليهم. عجينة بمنتهى السهولة يعني. ونخفق الكلام ده كله مع بعضه. هجيب طاسة احطها عندي على النار تكون سخنة برضو، بس ايه بردها كده شوية. طريقة اللفة اللي انا بعملها للطاسة ديت بس عشان تبرد شوية يعني، مش اكتر، لان انا بحب الحاجة اللي بتبقى محطوطة على النار تبقى سخنة معايا، عشان احنا بردانج هوا، فاهمة ازاي؟ عشان بس والله بخلي المشاهد ما يملش مني بس وانا شغال، هي دي الفكره. فتلاقيني ساعات ببقى سريع شويه، انت في البيت على هاتي. نخفق البيضتين كويس جدا مع السكر. حلو، وبعد كده نقوم واخدين عندنا مكعب زبده. اسيح عندي مكعب زبده هنا، نقلب. عايزين بقى معلقه قرفه كبيره بقى، معلقه قرفه كبيره. خلاص ادم هيجيب لي. خلاص يعني يلا يا باشا اهو. اقوم واخد عندي كوبايه كده من الحليب حطينا هنا، اقلب كل ده مع بعضه. بعد كده اهو عندي شويه الزبده معلقه بس عليها، نقوم حاطينها هنا. وفي نفس الطاسه ديت هي معلقه واحده بس، مش عايز حاجه تاني. نقلب مع بعض ونبدا ندي لها الدقيق عشان تبقى عجينه كده يعني، اخف من الزلابه شويه. شديها الدقيق كله طبعا، 4 5 معالق كده، ونقلب ونشوف. نجيب عندي من الجوانب كويس،
دي كمان واحده او اتنين كده ونبص عليها. وبكده تكون ظبطت معايا. بيكنج باودر بس معلقه. اه معلش هزود بس في المقادير بيكنج باودر يا جماعه. نزود شويه ميه كده صغيرين هنا ماشي مع بيكنج باودر. بحط عندي ليه؟ لو ما انا حطيتش البيكنج باودر في الاول فممكن ان انا احطه في ميه كده اهوت نص باكو كده اقلبه يتفاعل نقوم واخدينه وحاطينه فين على العجينه هنا. لان لو حطيناه باودر مش هي ايه مش هتلاقيه دخل في العجينه كلها. ادي العجينه هي بتبقى زي الكيك كده بالظبط اهيت تمام زي الفل. نشيل الباشا ده كده ونقوم جايبين عندنا الايه الشوكه. حط عندي حته زبده هنا بسم الله. ونبدا نجيب عندنا التفاحيه الحلوه اهي وننزل كده يمين وشمال. خطيره دي جميله 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 بجد يعني اهي تقوم ايه مصفيها كده هوب مسكينها كده من الشوكه من النص ورايحين فين عندنا على الطاسه اديله اللي بعده. حط العجينه التفاحيه هنا ننزل التفاح بتاعنا عشان كده لازم التفاح بتاعنا يتقشر لان لو ما قشرتوش بقى هو العجينه دي مش هتمسك فيه اصلا هتلاقي بتفك منه. هقلب لك واحده بس كده اهوت يا عم حمدي ونطلع فصل زي ما انت عايزه كبير راجل محترم انا يا باشا اهوت. طلع كده تعالوا نقلب بقى اللي فاتت ديت نشوفها ايه الاخبار اهي يا عيني بس اللي عامل زي الدوناتس كده. الحلويات دول وبعد كده يا حمدي نقوم ادينا بقى وهي سخنه بقى هي سخنه يا باشا ما نهزرش بقى ايس كريم كده فانيليا نهار ابيض ده كلام فين يا استاذ شروق صوص الكراميل يا استاذ شروق قلنا لك قلت لي هتجيب وهنظبطك الدنيا و... قطع قطع بص بص في النص كده حلويات والله حلويات والله بص يا حمدي بص يا حمدي حلويات والله الصلاة على النبي